المساحات الصغيرة في المنازل، منا من يهمل هاي المساحات ويعتقد أنه مش قادر يستفيد منها، بس هي بالمقابل ممكن نطلع منها أشي كتير حلو. بدنا نحكي عن هذا الموضوع. بشرفنا استضافة مصممة الديكور براءة الرجدان. أهلين، صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، كيفك براءة؟ تمام الحمد لله. براءة طبعا كتير في منا بمنزله بيكون في مساحات صغيرة بنحتار شو ممكن نعمل فيها، فإحنا ما بنستغلها، دائما بنروح للخيار الأسهل نتركها فاضية. فبرأيك كيف ممكن إحنا نستغل هاي المساحات الصغيرة بالمنزل نعملها بطريقة لافتة؟ هلأ أول إشي المساحات الصغيرة، أهم إشي إنه نحنا يكون معنا قياسها، لازم ناخد قياسها نعرف قدي عنا طول بعرض مشان نعرف شو القطعة اللي بدنا نحطها بهذا المكان. في كتير أفكار ممكن نستعملها لهاي المساحات، ممكن نروح لإشي عملي وظيفي وممكن نروح لإشي جمالي. ممكن من الأفكار الوظيفية تكون إشي مثل مكتب، إشي مثل زاوية قهوة، وطبعاً الأشياء الجمالية بتروح لأكثر رفوف، زوايا، أشياء مثل هيك. هلأ في كمان كتير عناصر ممكن نحنا نضيفها مشان نبين الأماكن الضيقة أوسع، ممكن نروح للمرايا، ممكن نروح ل طيب احنا حابين رح نستكمل معك الحديث، بس في بعض الصور معنا حابين هيك نستعرضهم تشرحي لنا عنهم. تمام ما في مشكله. وراء فيك هاي الصور عندك هناك، تفضل. تمام. هلا الصوره هاي بس ما في مشكله عشان تكون الصوره اوضح. بس هاي الصوره بتورجي كيف استعملنا المرايا لحتى نعطي المكان وسع اكثر. مثل ما بنعرف المرايا رح تعكس الاضاءه ورح تعطينا فضاء زياده بالمكان. استعرض الصوره اللي بعدها. هون المساحة تم استغلالها بأنه استعملنا المكان كمكتب، رفين وديسك صغير هم كل اللي بيلزموا. هلأ كمان مع الكورونا والهوم أوفيس يعني بيلزم الواحد مكتب، شيء أساسي لازم منزل معك حق. شوف الصورة الثالثة هلأ. برضو هاي الصورة كمان بتورجي كيف المرايا كانت جزء من توسعة المكان. هون المراية كانت عند غرفة سفرة، وعشان دائما غرف السفرة بنحب يكون في عندها وسع زيادة مع الحركة حوالين الطاولة والقعدة، بحب الواحد يحس انه هو مش بمكان محصور، فالمراية دائما اوبشن منيح عند غرفة السفرة تحس بوسع. هون الزاوية تم استغلالها بمراية ونبتة، دايماً العناصر الخضراء بتعطي حياة للمكان. صح. وحلو كتير إنه ندخل عناصر خضراء. كمان منشوف الستايلينج تبعها، حطوا باسكت، ممكن نقدر نجيب بلانكت وقصص مثل هاي كتير بتطلع حلوة بالزوايا. ممكن ندفع معها أوقات كشنز على الأرض، ممكن أكيد يستعمل زاوية حلوة. ممكن كمان نروح لأفكار يعني كتير سمبل، مثل إنه نحط رفوف ونرتب عليها كتير، يعني كتير عنا دائما كراكيب في البيت، فالواحد ممكن حتى كراكيبه يرتبها بطريقة تطلع جمالية بالنهاية. أو كتب ممكن نحط إحنا على الرفوف. طبعا يعني كتب مع خضار مع أكثر من عنصر كلياتهم بيطلعوا بالأخير. شوف الصورة هاي كمان. الصورة هاي عاملين كوفي كورنر. الكوفي كورنر هلا كثير طالعه دارجة، وصراحه استعمالها مريح كثير، يعني بنروح ل يعني بتلاقيها موجوده بالسبيس بين غرفه القعده والكيتشن، ويعني الفانكشن تبعها جميل. واخر صوره معنا، اخر صوره معنا جايه عند المدخل. يعني كثير في اوقات بنلاقي صعوبة إنه إحنا وإحنا فايتين بدنا مكان للأحذية، بدنا مكان للجاكيتات بالشتاء للطواقي، ففكرة كتير حلوة إذا عندنا مساحة صغيرة نستغلها إنه نعمل زاوية لهاي القطع. براءة بدي أسألك سؤال على الكافي كورنر، لأن أنا من الأشخاص اللي كتير بحب منظره. لازم إنه الكافي كورنر يكون بالمطبخ ولا ممكن إحنا نحطه في مكان تاني؟ لا طبعا مش شرط، يعني أصلا هو الكوفي كورنر عشان ما تضطري تفوتي على المطبخ. هلأ ممكن إذا أنا مطبخي واسع
وعندي مكان ممكن أخصصه لهذا الإشي بعمل كوفي كورنر بالمطبخ. بس غالبا إنه الكوفي كورنر عشان تسهل علي إني أنا ما أضطر أفوت أجي المطبخ. بالضبط هذا إنه أنا يعني الإشي اللي مثلا الكتل إنه كهرباء بعيد عن المطبخ مش ضروري أروح على المطبخ، فعادي بتوقع زي ما تفضلت إنه نحط لإشي قريب. يعني أنا قاعدة عم بحضر تي في مثلا وإجا عبالي كاسة شاي فنجان قهوة، بضل الكوفي كورنر قريبة. تعرفي في يعني من الصور اللي شفناهم فعلا مرات شيء من لا شيء نقدر نسمعه. يعني أنا زي مثلا هذا العمود اللي شفناه حطينا عليه لمسة هالرفوف شوية خضار أعطى منظر جميل. لو بدنا نحكي عن دور الألوان بالتنسيق وفعلا ممكن يخلي هالمساحة الصغيرة يستفاد منها، أكيد الألوان كتير بتلعب دور مهم يعني، وممكن هي تزبط المكان وممكن تخرب المكان. يعني بالأماكن الصغيرة عادة إحنا منحب نروح للألوان الأفتح، بس في حالات معينة ممكن نحنا نستعمل لون غامق أو لون هو ياخد الاهتمام ويعمل لي كل التركيز على هذا اللون، فأنا ببطل تركيزي على قدي هاي المساحة صغيرة. ممكن يعني مثلا تعطي السقف مع جدار اللي بالآخر نفس اللون، فأنت هيك بتعطي إطالة للغرفة أكتر. ممكن تعطي جدارين متقابلين نفس اللون ويكون أغمق شوية. حلو. والقبالهم لون تاني. في توصيات بأنه بنحكي عن الألوان أنه إذا المساحات صغيرة فبالتالي مثلا نروح على الفواتح أو على الغوامق، يقول له ما في. أكيد يعني المساحات الصغيرة دايما بنفضل نختار الألوان الأفتح. بس زي ما قلت لك يعني ممكن في حالة معينة أنه أنا أختار كل الجدران فاتحة بهذا المكان الصغير وجدار واحد أغمقه. هذا الجدار غمقته ليه؟ عشان أنا ألفت الانتباه إله، مش على قد هذه المساحة أصغر. جميل. حلو. طب في كمان توصيات بالنسبة للأثاث، يعني أنا قررت بهاي الزاوية أحط كرسيين وطاولة بالنص مثلا. إيش التوصيات لهاي الأثاث كيف تكون يعني شكلها؟ بما أن المساحة صغيرة فأنا صعب أني أنا أخذ راحتي كتير، فشو رأيك؟ هلأ الأثاث في كتير ستايلات وفي كتير تصاميم ممكن الواحد يروح لها. فزي ما حكيت بالأول أهم إشي إنه يكون عندي قياس المكان وأختار أشياء ستايلاتها متناسقة. فبالعادة الأثاث الكلاسيك بتلاقي في منه أحجام شوية كبيرة، حتى صراحة ممكن تلاقي منه أحجام صغيرة، فالواحد لازم يكون عنده قياسات مكانه عشان بغض النظر عن الستايل يقدر يختار قطعة الأثاث بناء أول إشي على حجمها وبعدين على ستايلها. يعني هلأ ممكن إذا كانت هي قطعة الأثاث الصغيرة رح تكبر لي المساحة برأيك؟ لأنه يعني أنت ما بدك إشي أول إشي يعيق الحركة، ما بدك إشي يبين ماكل المكان اللي هو محطوط فيه، فبده يكون يعني قاعد مكانه. صح. أنا على موضوع الأثاث بطلع إنه مثلاً في أنواع معينة مثل الأثاث الشفاف مثلاً بيعطي مساحة، بيعطي صحيح. حجم للمكان اللي هذا. ممكن كمان زي ما تفضلتي موضوع المرايا. يعني أنا مرات بدخل على أماكن بحس إنه في لسه مساحة بعدها كبير. صح. بكتشف إنه في مراية. فعلاً قد إيه بعطي انطباع، وحلو الواحد يستخدمه بتوقع بالأماكن الصغيرة. وكمان ممكن من الأفكار اللي الواحد يفكر فيها إنه يختار أثاث إله إجرين مش الأثاث القاعد على الأرض. لما نرفع مثلاً الكنب اللي إله إجرين، الطاولات اللي إلها إجرين مش بوكس وقاعد على الأرض، بتعطيني إليفيشن، فبيحس الواحد بمساحة زيادة. صح. حوالين الأثاث. يعني لسه كنت تعقيباً على كلامك براء، لسه كنت بطلع على الطاولات اللي عندنا هون برضو لهم فاضيين من النص، فبتحس انه بيعطيكي مساحه، يعني ما بتحس انها اخذت كتير حيز من المكان. صحيح صحيح. بس فاختيار هي الاثاث. صحيح. والطاولات كثير بفرق. اكيد. صح. طيب الاكسسوار مرات مش ضروري نغير عفش او اثاث كتير ونتكلف ماليا، ممكن باكسسوارات جدا بسيطه وماليا برضو تكلفتها قليله تعملنا لمسه، تعملنا فارق. شو بتنصحي باكسسوارات وهل مفيده بالموضوع اللي بنحكي فيه اللي هي المساحات الصغيره؟ هلا المساحات الصغيره اهم شيء بالاكسسوارات انه ما نعجق، ما نحط قطع زياده، ويعني مو كل شيء الواحد عنده اياه لازم يحطه. ممكن يعني الواحد ينقي قطعه قطعتين يكونوا هم
مركز الاهتمام ويغيرهم بكل موسم بكل هذا، لأنه فعلا تغير النفسية كتير. يعني أنا مثلا شخصيا ببيتي بحب استعمل، يعني أغير اللون مثلا مع تغيير الفصول أو إشي زي هيك، أروح حلو. مثلا لألوان أدفى بالشتاء، لألوان أفتح وفريحية أكتر خلينا نقول بالصيف، فأكيد بيغير النفسية وبيغير الشعور تبع المكان. صح، زي ما حكيتي براءة كمان، هلأ بطلنا زي زمان، زمان كان هيك الستايل كله كلاسيك، فكل ما كان في تحف أكتر كل ما بتحسي هيك البيت كلاسي أكتر. هلأ لا، عم بصير الناس أبسط. صحيح. يعني بتلاقي مثلا إن البيت لا فيه هيك تحفتين ثلاثة بالنص وخلص، فهي هاي الموضة. يعني هلا في ناس أبسط، بس برضو في ناس زي ما حكيتي بتحس إنه كل ما حطت شغلات بتفكر إنه جمالي، ولكن هي عجقة زيادة. وهو بيجونا هدايا مثلا، بتلاقي واحد نجح توجيهي بدل ما يجيبوا له هدية بيجيبوا تحفة لأمه، علبة المكنتش بتحطها على الطاولة بازة بالضبط. بس هو الفكرة شو، إنه أي قطعة اكسسوار أو ديكور لازم يكون في حواليها مساحة مشان تبين. صح. عشان أنا أقدر أشوفها لازم يكون في حواليها فاضي، إذا كل القطع جاية جنب بعض أنا ما رح أشوف إشي. صح معك حق. طب شوفي بتشوفي هيك، يعني بالنهاية أخطاء شائعة بتلاقيها يعني بيعملوها الناس أو ستات البيوت بمنزلهم، خاصة بالمساحات الصغيرة، بما أنه موضوع فقرتنا بتأثر على هاي المساحات أو ممكن ما نستفيد منها. هلأ بتخيل الألوان الغامقة رح تكون خطأ شاسع، الإضاءة إنه ممكن كتير الناس تروح لإضاءة خافتة بهاي الأماكن وتضيقها بزيادة، عدم استغلال الإنارة الطبيعية بإنه نحن نحط مرايا ونعكسها، كمان ممكن القياس تبع الأثاث إنه يكون محطوط أكبر من القياسات اللي تتحملها الغرفة، وآخر إشي ممكن كمان التعجيق زي ما حكينا. بس براءة، بس بما أنك حكيت عن موضوع الإنارة، بتحسي إنه الإنارة الصفراء بتكبر ولا الإنارة البيضاء؟ يعني الشخص اللي عند بيته صغير مثلاً أو عنده مساحات صغيرة يستخدم إنارة بيضاء ولا إنارة صفراء؟ هلأ الفكرة إنه كل سبيس له إنارته، فأنت إذا عم تحكي عن غرفة نوم إنارتها رح تكون غير عن غرفة قاعدة، إنارتها غير عن مطبخ. ما في قاعدة يعني، ما في قاعدة حسب المكان. بس لازم يكون بكل سبيس الأوبشن تبع الإنارة القوية والإنارة الخافتة. بس أنا بتوقع على موضوع إنه إيش ممكن الأخطاء اللي ممكن يعملوها الناس بالمساحات الصغيرة، هي الخطأ الشائع اللي هو إهمال هاي المساحات. صح. ببساطة. صح. في إشي بس بدي أختم فيه براءة، اللي هو منشوفه كتير بفيديوهات وتحديداً عند الأجانب، أشياء ما عم نستغلها، مثلاً الأدراج، الدرج العادي اللي في البيت بتلاقي فيه جواته جوارير. تحت السرير في شغلات، في عالم بتحسي فيه، في خزانة جديدة أو جارور. ليه هاي الشغلات ما عم نشوفها عنا؟ أو ما بعرف بس بلشت تدخل. هلأ غالباً برا مثلاً بأوروبا سبيشلي المساحات عندهم صغيرة، فهم بيضطروا يستغلوا أي فتحة في البيت. صح. إنهم يستعملوها للتخزين. حاجة أم الاختراع طبعاً. مشاكل التخزين عندهم على الأغلب هي اللي خلتهم يخترعوا هاي الزوايا، اللي يعني بتلاقي شقة كاملة بقد غرفة عنا مثلاً. صح. بس حلو يعني إنه نستخدمها برضو، وخصوصاً إنه في شقق بمساحات صغيرة. حلو إنه نبلش نستخدم شغلات للاستفادة من هاي. بس إحنا نستغلها، إحنا بنحط تحت التخيط ونحط فوق. بس من دون تنسيق. يعني إحنا الحالة نقرر نحطها. صح. 100%. طب إحنا بدنا نشكرك، معلوماتك قيمة، بدنا كمان تدخلوا في تصاميمكم هاي الأشياء، مش ضروري تضل عند الغرب بما إنه عم نستفيد منها. حابين إن شاء الله هيك نشوفك برضو في حلقات قادمة. شكرا لحضورك. شكرا كثير لكم ولاستضافتكم. شكرا لك. أنا كثير انبسطت إني معكم اليوم، وإن شاء الله بنرجع نشوف بعض مرة ثانية. إن شاء الله. شكرا لك.